وللحديث عن الجلسة الوزارية التي عقدت في مجلس الأمن بشأن التصعيد في غزة وما تم خلالها حتى من نقاشات، أرحب بضيوفي من رام الله المتحدث باسم حركة فتح السيد عبد الفتاح دولة، ومن القاهرة مدير تحرير صحيفة الأهرام السيد أشرف أبو الهول، ومن واشنطن الدبلوماسي الأمريكي السابق السيد جيرالد فيرستين. أهلا بكما ضيوفي في هذه الساعة على سكاي نيوز عربية. أبدأ مع سيد دولة، كيف نظرتم اليوم إلى ما جاء في كلمات السادة الوزراء بجلسة مجلس الأمن الآن، وما الذي يمكن أن نقول أن هذه الجلسة خرجت به مع المواقف البعيدة جدا وكذلك لقاءات عباس في رام الله مع الرئيس الفرنسي؟ تحياتي لك بداية لضيوفك الكرام. نعم، الأحداث تتسارع بشكل يعني سريع جدا، وفي كل لحظة هناك جديد ولا أحد يتوقع ما هو القادم. لكن ووفقا لهذا اللقاء الذي حضر، نحن نرى في الأيام الأخيرة أن هناك صوتا مختلفا في العالم بات يعلو إلى جانب الحق الفلسطيني وضد هذا العدوان المتسارع والمتنامي على شعبنا في قطاع غزة، والذي يرتقي إلى جرائم حرب الإبادة والتطهير العرقي. نحن نحشد ما استطعنا من هذا الصوت الذي نريده أن يكون صوتا عاليا وضاغطا، خاصة أن المنظومة الدولية الآن تخضع لهيمنة قوى عظمى هي من تسيطر وتتحكم على قرار هذه المنظومة، ولذلك ما خرج به المؤتمر اليوم هو هام جدا على طريق أن يتحول إلى خطوات عملية، خاصة أن الأولوية اليوم لفلسطين وللعمل المتواصل للقيادة الفلسطينية هو وقف العدوان فورا عن شعبنا الفلسطيني وإدخال مساعدات عبر ممرات آمنة ودائمة نحمي فيها القطاع، قطاع غزة، من الكارثة التي يعيشها الآن قطاع غزة يعيش في كارثة حقيقية. ولذلك كل هذه الأصوات مهمة على أن تتحول إلى فعل حقيقي على الأرض. لا نريد أن نستمع لهكذا مواقف والدم الفلسطيني يسيل وأطفال الشعب الفلسطيني يقتلون، في كل غارة يقتل المئات، خلال 24 ساعة أكثر من 800 شهيد في قطاع غزة. هذه الدماء ليست رخيصة، ودم الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يظل مستباحا، ولذلك كل الجهد ينصب الآن على وقف هذا العدوان وعلى توفير الحماية لشعبنا وكذلك المساعدات الإنسانية العاجلة والدائمة. ولربما تابعتم وتابعت في تقاريركم كل المؤسسات الدولية العاملة في القطاع، المؤسسة الفلسطينية الصحية أعلنت أن القطاع وصل إلى حالة الكارثة، حتى المستشفيات ما تبقى يعني جزء منها قصف، جزء كبير ما تبقى من هذه المشافي لم يعد قادرا الآن على تقديم الخدمات الطبية اللازمة لمن يصلون هذه المشافي جراء القصف المتواصل على بيوت الآمنين في قطاع غزة. سأعود إليك للجزئية المتعلقة بزيارة الرئيس الفرنسي إلى رام الله ولقائه حتى بعباس، وما يمكن القول إن لقاءات خرجت به، خاصة مع التلويح باحتمالية التعامل مع حماس على غرار ما تم مع داعش ومدى خطورة ذلك حتى على قطاع غزة والمدنيين بداخله. ولكن قبل أن سيد أبو الهول، الدبلوماسية العربية والتحركات الإقليمية منذ ساعات هذا التصعيد الأولى لم تهدأ، ولكن كل هذه التحركات لم تترجم في أدوات ضغط حقيقية. اليوم عندما تقول المجموعة العربية أن مشاوراتها تنصب على خطوات قادمة حال استمرار هذا التصعيد، ما الذي يقرأ بين السطور؟ ما حدود الخطوات التي يمكن القيام بها عربيا؟ يعني بالتأكيد هناك يعني خطوات يمكن أن يقوم بها أو تقوم بها الدول العربية، هي الخطوات الخاصة بالعلاقات العربية الإسرائيلية والعربية الأمريكية. يعني قد يكون هناك موقف جماعي لتجميد العلاقات مع إسرائيل، أيضا لتحجيم العلاقات مع الولايات المتحدة، لأن الموقف الأمريكي أشد خطورة وأكثر عنفا من الموقف الإسرائيلي. الإسرائيلي يعني يقتل على الأرض، والأمريكي يحمي ظهره بشكل غير مسبوق في التاريخ،
يحمي ظهره من أي مساءلة سواء حالية أو مقبلة. الأمريكي يعني يرفض بإلحاح وقف إطلاق النار تحت أي مسمى، يطلب فقط أن يخرج العالم ليدين حركة حماس، ولكنه في المقابل لا يطلب الدعوة إلى وقف إطلاق النار. وبالتالي فإنه لابد من موقف عربي مشترك إزاء الموقفين الأمريكي والإسرائيلي. للأسف يبدو أن الأمور تزداد سوءا، يعني حتى الحديث عن دخول مساعدات أو المساعدة الإنسانية هو حديث قاصر يتكلم عما يمكن أن يدخل من خلال معبر رفح أو ممرات آمنة، ولكنه لم يتكلم عن ضرورة إلزام إسرائيل كقوة احتلال. غزة طبقا للقانون الدولي جزء من فلسطين، وفلسطين ما زالت محتلة، وبالتالي لابد أن تسمح إسرائيل بفتح كل المعابر التي تؤدي إلى دخول المواد التموينية، الأدوية، كل شيء يحتاجه الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني في غزة كانت تدخل له قبل هذه الحرب ما يتراوح بين 500 و600 شاحنة في اليوم، حاليا ولليوم الرابع 20 شاحنة تقريبا. لا يوجد وقود، وهناك إصرار لعدم دخول الوقود. كيف ستعمل المستشفيات؟ يعني هذا أبسط شيء. كيف سينتقل الناس إذا كنتم تدفعونهم من الشمال إلى الجنوب؟ كيف سيعيش الناس في غزة بدون وقود؟ وبالتالي لابد من تحرك جماعي عربي، تنسيق عربي. في المقابل هناك شيء خطير يحدث، ماكرون يؤيد دعوة نتنياهو إلى ضم حماس إلى عمليات التحالف الدولي، الجماعات المحظورة دوليا مثل داعش. نعم، وبالتالي هذا شيء في منتهى الخطورة. وعندما يتكلم هيرتسي هاريفي رئيس الأركان الإسرائيلي عن أنه الأمر يتعلق بمعاملة حماس في خارج فلسطين، إذن ماذا تقصد؟ هل تقصد أنه التحالف الدولي سيستهدف قادة حماس وعناصرها الموجودين في الدول العربية؟ هل سيستهدف قادة حماس سواء في تركيا أو قطر أو سوريا أو أي مكان في العالم؟ الأمور تزداد. وهنا الخطورة سيد أبو الهول أنه لا محددات حتى لهذه العمليات التي ستطلق بداعي الإرهاب على حماس، إن كانت ستكون داخل القطاع، ستتخطى حدود القطاع، وما هي تداعياتها حتى على الأوضاع الكارثية بالأساس داخل غزة. سأعود إليك تفصيلا حول هذه النقطة، ولكن ضيفي من واشنطن سيد جيرالد، الآن الحماية بحسب ضيوفي الموفرة من الجانب الأمريكي لإسرائيل كأنما تطلق اليد الإسرائيلية أكثر للتنكيل بالمدنيين داخل قطاع غزة. الجانب الأمريكي يرفض مناقشة وقف إطلاق نار، يرفض تمرير مشاريع قرارات الهدن داخل مجلس الأمن. بالتالي لماذا يبدو الآن أن واشنطن تتخذ موقفا سياسيا صارما يتجاوز حتى الدواعي والنواحي الإنسانية؟ أولا بطبيعة الحال هذا ليس موقفا صارما ضد الفلسطينيين وإنما ضد حماس، والأمر مختلف. وإذا سمعنا ما قاله بايدن، هو في تعليقاته أشار إلى أنه يجب إطلاق سراح الرهائن الذين أمسكتهم حماس، وبعد ذلك يمكن مناقشة مسألة وقف إطلاق النار. هناك أولوية لتحرير الرهائن من جانب الإدارة الأمريكية، وكذلك بايدن كان واضحا في مطالبته الإسرائيليين بضبط النفس وحماية أرواح المدنيين، وكذلك التفاوض مع إسرائيل ومصر لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة الذين يوجدون في جنوب غزة. لذلك الإدارة الأمريكية تحاول أن
تعالج الوضع وتؤكد أن حماس يجب مواجهتها، ولكن في الوقت نفسه تؤكد مسألة حماية المدنيين. وأنا أوافق بأنه في نهاية هذه الفترة من العنف أمل أن يكون هناك عودة إلى حل المشكلة. الجانب الأمريكي موقفه ثابت بمواجهة حركة حماس وعدم الإضرار بالمدنيين. هل تم تحييد المدنيين في هذه المواجهات من وجهة النظر الأمريكية، مع آلاف من القتلى يسقطون بين طفل وامرأة وحتى كبار السن، مع الدمار الذي حدث داخل قطاع غزة، عمليات التهجير القسري نحو جنوب القطاع وانقطاع الخدمات الأساسية؟ يعني ما الذي قدم لحماية هؤلاء من وجهة النظر الأمريكية منذ بداية هذه الجولة من التصعيد؟ نعم، الوضع حرج للغاية في الواقع، ووفاة المدنيين الفلسطينيين هي أمر محزن ومؤسف. آمل أن تقوم الإدارة الأمريكية باتخاذ موقف أكثر صرامة في التأكيد بأنه يجب اتخاذ تدابير أكثر لحماية المدنيين، لكن الوضع صعب، وهذه العملية العسكرية تشن على مكان فيه كثافة سكانية عالية. سيد دولة، لعل كثيرون يتفقون أن أخطر ما كان من تصريحات الرئيس الفرنسي عند لقائه بنظيره الفلسطيني برام الله التجديد على ضرورة حرب حماس على غرار ما كان من حرب داعش بمعية التحالف الدولي. ما مدى تأثير ذلك على الأزمة الراهنة وتأثير ذلك على المدنيين، بل حتى على القضية بأكملها؟ كيف تنظر رام الله إلى هذه النقطة التي يبدو أنها خطيرة في هذا التصعيد منذ بدايته؟ نعم، خطيرة جدا، والكثير يتحدث ويحاول أن يربط الأمر بحماس، حتى ضيفك من واشنطن يتحدث أن الأمر يتعلق بحماس. لا أفهم كيف يتعلق الأمر بحماس ونحن نتحدث عن قرابة 6,000 شهيد، 70% منهم هم من الأطفال الرضع والأطفال والنساء. كيف يكون ذلك وكل هذا الكم من الشهداء والضحايا هم من الأطفال؟ الموضوع لا يتعلق بحماس، الموضوع يتعلق بالشعب الفلسطيني. عندما يقصف الشعب الفلسطيني وأطفال الشعب الفلسطيني، خرج الأمر عن كونه مرتبط بحماس. ولربما هذه الصواريخ التي تقتل الأطفال ربما تكون هي من الصواريخ التي زودت بها أمريكا الاحتلال استخدامها في هذه المعركة. اليوم هناك مرحلة أخطر في هذا الموضوع، وهو محاولة ربط حماس بداعش، وهذا كما قلت هو أمر خطير جدا. وأكثر من ذلك، يعني هذا الأمر يدلل على أننا نعيش في حالة انحدار في قيم العدالة الإنسانية والقانون الدولي نتيجة هذا السلوك. لعل ما قصدته أكثر بهذه المقاربة الفرنسية الآن طبيعة العمليات القتالية القادمة، كيف ستكون وكيف ستنعكس حتى على الأوضاع المتأزمة بالأساس داخل قطاع غزة، برأيك سيد دولة؟ ما هو حاصل الآن؟ سيدفع الشعب الفلسطيني ثمنا كبيرا من دماء أبنائه وأطفاله، لأنه هو من يتعرض لهذه المجازر المستمرة. وبالمناسبة سيدتي، يعني نحن ما يقوم به الشعب الفلسطيني من مقاومة لم نبتدعها نحن فلسطينيا، هي جزء من منظومة الشرعية الدولية. هذه الشرائع هي من منحت الفلسطيني الذي يعيش تحت القهر والاحتلال أن يكافح ويناضل ضد الاحتلال حتى يحصل على حريته، وحتى يحصل على وحتى يخلص من الاحتلال. فكيف تكون مقاومة الشعب الفلسطيني مرتبطة بداعش وبما قام به داعش؟ هم من منحونا هذه الورقة، ورقة النضال الإنساني. بالمناسبة ما نقوم به فلسطينيا هو نضال إنساني ليس أكثر. ولكن الآن هنالك محاولات فك ارتباط ما بين الفلسطينيين وحركة حماس. استمعنا إلى أكثر من تصريح
أن حماس لا تمثل الفلسطينيين وهذه التصرفات لا تمثل حتى القضية الفلسطينية. سأعود إليك الإجابة على ذلك تفصيلا. نعم. ولكن سيد دولة وزير الخارجية الإسرائيلي اليوم من داخل مجلس الأمن شدد على مسألة إطلاق الرهائن فورا دون شرط أو قيد، بل أبعد من ذلك قال يمكن بعدها الحديث عن وقف إطلاق نار. ما هي حدود التحركات العربية الممكنة في هذا الجانب؟ لأنه أشار إلى دول بعينها بإمكانها أن تكون أساسا لعملية إطلاق الرهائن هذه أو مناقشاتها بمعنى أدق. لمن السؤال؟ سيد أبو الهول. سؤال ضيفي من القاهرة سيد أبو، سأعود إليك سيد دولة الإجابة على ذلك. يعني قبل أن أجيب قبل أن أجيب على هذا السؤال أريد توضيح نقطتين. يتحدثون عن ربط حماس بداعش ولابد أن يعاملوا معاملة واحدة. يجب أن يكون هناك وعي بشيء، داعش لم تكن من سوريا أو العراق، داعش يعني متطرفين تجمعوا من جميع أنحاء العالم ليحققوا حلم إقامة دولة إسلامية بالدم وبالعنف، وبالتالي وجب حربهم. أما حماس فجزء من الشعب الفلسطيني، هم مواطنين فلسطينيين، كل عائلة في فلسطين في غزة في الضفة بها عنصر ينتمي الحماس وعنصر ينتمي الفتح وعنصر ينتمي للشعبية والديمقراطية. إذن أنتم ستستهدفون الشعب الفلسطيني، وبالتالي لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف المقارنة بين حماس وداعش. وأنتم الذين خلقتم يعني فكرة أن تتولى حماس المقاومة لأنه أرضهم محتلة ولا يجد أي أفق، ليس فقط حماس ولكن كل الفلسطينيين والشبان في الضفة. هذه نقطة أردت أن يعني أوضحها. هناك نقطة أخرى، ضيفك من رام الله يتكلم عن 6,000 شهيد. يا سيدي هناك 8,000 شهيد. عندما يصدر البيان التالي لوزارة الصحة في غزة سيكون صحيح. رقم الشهداء 5,500 علاوة على وجود 1,500 تحت الأنقاض، إذن 7,000 علاوة على أنه إسرائيل تدعي أن لديها 1,000 جثمان لمقاتلين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر تحتجزهم، بينما الفلسطينيين يقولون لا، هؤلاء ربما كانوا عمال فلسطينيين قتلتهم إسرائيل. إذن هناك 8,000 شهيد والحبل على الجرار كما يقولون. هذا أولا. سأعطيك الفرصة سيد دولة للإجابة، دعني فقط يعني أستمع إلى الفكرة كاملة من ضيفي سيد أبو الهول. تفضل سيد أشرف. السؤال الخاص يعني أنا أندهش يوميا أستمع إلى بايدن وبلينكن وهم يشكرون الدول العربية ويشكرون مرة مصر ومرة قطر ومرة السعودية، وكأنه يريد أن يحدث يعني فرقة بين الدول العربية أو يقول أن يعني هناك دول. أنا ما قصدته اليوم ربط مسألة إطلاق الرهائن دون قيد أو شرط فورا بأنها قد تكون أساس لعمليات وقف إطلاق النار، لنقل هدنة، تثبيت الهدنة ومن ثم تطوير هذه الهدنة إلى عملية وقف إطلاق النار. هل هذا وارد وفقا للحسابات السياسية والميدانية عسكريا في هذه المرحلة؟ لا أعتقد أن حماس يمكن أن يعني حماس والمقاومة بشكل عام يمكن أن توافق على الإفراج عن جميع الرهائن بلا قيد أو شرط. ده المطلوب، الإفراج عن رهائن أو أسرى عملية 7 أكتوبر علاوة على الأربعة الآخرين الموجودين لدى إسرائيل، هادار جولدن وشاول أورون وأيمن السيد ومنجستو الأثيوبي. أي أنه سيجرد حماس والمقاومة من أهم سلاح أوراق في يديها، وبالتالي لا أعتقد أن حماس هتسمح ولا الدول العربية ستستطيع أن تتفاوض مع حماس على ذلك. ولكن هنا يبدو أن هنالك تفريق ما بين الأجانب. بالضبط، الرعايا الأجانب والمحتجزين المدنيين وبين الجنود الإسرائيليين لدى حركة حماس. سأعود إليك لهذه النقطة. ولكن سيد
جيرالد، الآن يبدو أن واشنطن بمعية إسرائيل أمام الدول العربية التي تتحرك بموقف ثابت أساسه رفض التصعيد، ضرورة إقرار هدنة، وقف إطلاق النار، ومن ثم البحث عن حلول سياسية أشمل. لماذا تصر واشنطن ما زالت على الحلول الأمنية والعسكرية؟ ألم تفشل هذه الحلول سابقا بالنسبة لإسرائيل ووصل المشهد إلى ما وصل إليه الآن من انفجار كامل وتصعيد ضاري وصف بأنه الأكبر حتى في جولات التصعيد بين الجانبين؟ أعتقد جازما أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لن يحل أبدا عبر العنف أو العمليات العسكرية، ما من شك في هذا. فهذه الدوامة من العنف تواصلت لمدة 75 سنة ولم تنفع أي طرف من الطرفين، وبصرف النظر عمن له الحق في المقاومة ومن هو تحت الاحتلال، يجب القول إنه لا يمكن التساهل مع ما حدث في 7 أكتوبر، ولا يمكن تبرير ذلك واعتباره مقاومة. كان ذلك إرهابا، نقطة إلى السطر، والجميع يجب أن يقر بذلك. أما المسألة التي يجب مناقشتها فيما يخص الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو العودة إلى العملية السياسية التي تفضي إلى إقامة الدولتين، دولة فلسطين ودولة إسرائيل، تعيشان جنبا إلى جنب. وأنطونيو غوتيريش تحدث مسبقا عن هذا. آمل أن يقوم بايدن بالترحيب بهذه الفكرة وتأييدها، لكن الخطوة الأولى ينبغي أن تبدأ بتحرير الرهائن الذين تعتقلهم حماس، وبعد ذلك يمكن الضغط على إسرائيل لوقف هذه العملية العسكرية فورا ووقف التدمير في غزة. سيد دولة، كان لك تعقيب قبل قليل على حديث ضيفي من القاهرة، وكنا أثرنا نقطة قبل ذلك، التركيز الغربي على أن حركة حماس لا تمثل الفلسطينيين، على ضرورة أنها لا تمثل المقاومة ولا حتى القضية الفلسطينية، وهي مواقف حتى سياسيا صدرت في رام الله. ما بدأ انعكاس ذلك على طبيعة التعامل مع هذه الأزمة الإنسانية في قطاع غزة؟ وهل يمكن الآن التفريق بين ما تقوم به حماس وما يحدث على إثره للمدنيين داخل قطاع غزة؟ نعم، ليس لي تعقيب، كنت أوافق على ما قال ضيفك من مصر، أوافق على ما قاله تماما. نعم، في هذا الموضوع لو عدنا قليلا إلى الوراء، إلى بداية المشكلة والأزمة، ولو عدنا أيضا إلى خطاب السيد الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة، وهذا لم يكن بعيدا، كانت رسالة فلسطين واضحة إلى المجتمع الدولي أن ما تمارسه حكومة الاحتلال التي يترأسها نتنياهو ومعه أبرز من معه سموتريتش وابن كفير، وقد أعلنوا عن خطة أسموها خطة الحسم، وهي بالمختصر إنهاء القضية الفلسطينية، وشنوا مجازر خلال السنة السابقة الماضية في الضفة الفلسطينية، وكان أبرزها في مخيم جنين. تنبهنا فلسطينيا أن ما يحدث من مجازر، وأن هذه وهذا المخطط الذي يقضي إلى إنهاء القضية الفلسطينية لن تكون تبعاته ونتائجه إلا مواجهة مفتوحة لا مفر منها، أغلقت في وجوهنا. ولكن نقطة أن حماس لا تمثل الفلسطينيين ولا تمثل القضية الفلسطينية، وهي كانت تصريحات حتى صادرة في رام الله أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الوحيد لهذه القضية. كيف يمكن أن تنعكس هذه التصريحات على التصعيد القائم الآن؟ نعم، هناك فرق سيدتي أن نقول حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني في ظل وجود ممثل شرعي ووحيد اسمه منظمة التحرير الفلسطينية، وبين أن نقول أن حماس جزء أصيل من هذا الشعب. يعني فتح عندما انطلقت في البداية اتهمت أنها حركة إرهابية، وقالوا عنها، يعني رئيس وزراء الكيان قال فتح كالبيضة أكسرها متى أشاء، وحاربوا الحركة، ومن ثم اضطروا إلى الجلوس معها، حاربوا كل الفصائل الفلسطينية وسموها بالإرهاب، لكن كل ذلك سقط أمام حق الشعب الفلسطيني في النضال المشروع وفقا لقرارات الشرعية الدولية من أجل حريته وعدالته. لا يمكن لأحد أن ينهي فصيلا فتح وحماس على وجه التحديد، يعني نحن فصائل شعبية، والشعب يعني لا يمكن لأحد أن ينهي الشعب الفلسطيني. يمكن أن يضيقوا على حماس كما ضيقوا على فتح وكما ضيقوا على فصائلنا، لكن أن ينهوا
جزءا أصيلا من الشعب الفلسطيني، هذا لا يجوز. ثم أنهم لماذا قادوا الأمور إلى هذه المواجهة العسكرية؟ هم من أخذونا إليها. لسنا من ذهبنا إلى هذه المواجهة. نحن تبنينا خيار النضال السلمي، وفي الفترة الأخيرة النضال الدبلوماسي، ووضعنا قضيتنا على كل طاولات أروقة المجتمع الدولي، وصرخنا بعالي الصوت مرارا وتكرارا، وقلنا لهم لا نريد من هذا المجتمع الدولي إلا أن يعترف بحقوق الشعب الفلسطيني، وأن مفتاح السلام والأمن والاستقرار في المنطقة مرهون بحقوق الشعب الفلسطيني وتقرير مصيره. لم يستمع إلينا أحد. المطلوب الآن أن نعود إلى جذر المشكلة، وهذا أمر سهل ويسير يمكن أن يحل على طاولة المجتمع والمنظومة الدولية. ما تبقى من وقت فقط دقيقة، دعني أنقلها إلى ضيفي من القاهرة سيد أشرف. اليوم الموقف الأردني في آخر تحديثاته أكد على مسألة رفض التهجير من الضفة أو غزة، وبأنها حال حدوثها ستكون بمثابة إعلان حرب، ويبدو أن هذا السيناريو موجود لدى الجانب الإسرائيلي. على أي سيناريوهات يفتح هذا المعطى القادم من جولات التصعيد؟ باختصار لو سمحت. يعني بالتأكيد هذا السيناريو موجود ولديه ملامح كانت قد ظهرت، يعني في خطة جيورا آيلاند للتهجير إلى أو لتوسيع غزة على حساب سيناء، وما قاله يعني أكثر من مسؤول إسرائيلي، حتى كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي في بداية هذه العملية قال للفلسطينيين فلتذهبوا إلى سيناء. وأيضا معلوم أن هناك خطط قديمة لطرد جزء من سكان الضفة أو حتى كلهم إلى الأردن، والأردن لديها علم بذلك وترفضه منذ زمن طويل. نعم سيد أشرف. الطلب الاعتمادات التي تقدم بها بايدن إلى الكونغرس منذ أيام به يعني بعض النقاط التي يعني تطالب بأموال لمجابهة أي خروج في الاتجاهين، وبالتالي هذا مخطط. يعني أنا أعتذر المقاطعة. كلمة أخيرة يعني أقول لضيفك من واشنطن، يعني حتى لا وقت لذلك، أنا قلت يعني باختصار والزملاء قالوا لي باختصار شديد، يعني انتهى المدنيين. وقت هذه الساعة وضح تمام ما تذهب إليه بحديثك. شكرا ضيفي من القاهرة مدير تحرير صحيفة الأهرام السيد أشرف أبو الهول، ومن واشنطن كان معنا الدبلوماسي الأمريكي السابق السيد جيرالد فيرستن، ومن رام الله المتحدث باسم حركة فتح سيد